السلام عليكم خوتي خواتاتي، مرحبا بكم فيديو جديد، فيديو اليوم ان شاء الله غادي نكون نشرب الزيتون مع طحن الزيتون وعندكم معنا كل شيء. ويما خوتي جينا المطحنة الزيتون هي هنا يا مورانا، هي هذه كبيرة بزاف. حاولت نصور شي حاجة اللي قليلة شوية ما قدرتش حيت الناس ما كيبغيو فيها الزيتون. فين كيتباع هنا يا خوتي؟ حنا جينا نشريو الزيتون ان شاء الله من تيكوان ان شاء الله تطلب ان شاء الله يتمال. حسين ياك شيء اخوان اخوان سيسا Продолжение следует...